فان الله جل وعلا حذرنا من الظلم فيها واعظم الظلم هو الشرك بالله ومن الظلم ظلم الانسان لنفسه بحيث يعرضها للذنوب باقتراف شيء من المحرمات او بالتقصير في شيء من الواجبات فيجب على الانسان المؤمن ان يصون نفسه عن ان يقترف محرما أو يقصّر في أمر واجب في كل حياته، ولكن يزداد التأكيد والحرص عليه في هذه الأشهر الحرم وفي شهر الله المحرم